كلكم جارين ورا مني، ده الفيلسوف بتاعكم مني جارين ورا، ماشي تسمعوا له فشلوا، ما ده طلع ميتينكم، ده التاجر باولادكم، اولاده قاعدين وانا وقعت وين؟ تستوعبوا 200 انتوا، تستوعبوا 200 ل 200 تكونوا خطيق وقودكم، يا اخي اشتروا سلاحكم واعموا نفسكم، ما محتاج لحركه مصلى، ما محتاج لمناوي، ما محتاج لزفت التين، محتاج انك انت تكون جاهز 24 اورز. انت قايل مني جيب لك حاجه، ما اجيب لك حاجه، شنو انا جاك في كورنوي؟ مع عمليه بتفقدها واضح، ده ما نفسي مني اللي قبل كده كتل لك ملك بتاعك يا اخي. كلام ده ما تقولوا برا مالكم نايمين، تنوموا بركبوكم بكره تبكوا، اقسم بالدين ايمان بشغل فوقكم شغل في الدنيا دي، وبكره مني ده حينتهوا لكم في زقاق. يا اخي استوعبوا يتحرروا من العبوديه اللي قاعدين فيه يا اخي. اطلع من العبوديه اللي قاعدين فيه يتحرروا يا اخي. مالكم انتوا مالكم 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 حاصل لكم شنو؟ ها؟ ما قلنا لك جنجويد ليه ما الدين هيسأل جنجويد ما يكون صديقك يا اخي. الجنجويد هيكون جنجويد ما يكون صديقك. خلينا نطلع اتجاه. الشمس دقيقة بس خليك معي. كويس؟ الجنجويد ليه ما الدين هيكون جنجويد؟ مربينا يهديكم، مربينا يهديكم في شنو؟ اغلبيه انت اكثريه انتوا فاضيين تجوا ورا الحركه مع اولادكم كله تلو انتهازين، كله بوق ديتكم. جابوا حق نازي، جابوا حق لاجي، جابوا حق مشرط، ما جابوا ولا حب النمله. كمان مستقبل الله مني في كورنوي، ما هو ده الانتهاز اللي مطل دينكم طول حياتكم. ما هو ده الاخطائيه اللي قاعد يطل دينكم طول حياتكم. ما ده العبوديه الممنهجه. اللي تكونوا عبيتوا خدام بتاع الجنجويد تكوركوا في شنو؟ تكوركوا في شنو؟ من افترض تقاتوا زيارة مني، من افترض ترفضوا زيارة مني اللي قاعد يبعد الرسول حمية تاجنا يشتغل فيكم شغل، من افترض ترفضوا زيارة مني للمخطط الجاي في عملية بتاع الجميسيرة منكم، ما قادرين تستوعبوا طيل حياتكم. امبارح مع جنجويد بقتلوا دوركم شنو انتم؟ قاعدين تسووا شنو؟ ها؟ ندين ونستنكر وحجوم لنازح ولاجي. يا اخ بلاش هجوم بلا ندين ونستنكر، شيل واركب يا اخي، شيل واركب. ما الكلام ده قلنا لك هيجي يوم تبكي فيه، هيجي يوم تندم فيه. 23 سنه يا اخي، 23 سنه قاعدين تخلوا الجنجويتا قاعد بتمطى، قاعد بتمطى. انتوا شغلكم شنو؟ ما دائما نقول لكم زي الخميره كويس، وقت الحار تقوموا تفوروا بكره تمزلوا، لان ده العقليه الجنجويت قاعد تنتشر وتمشي، قاعد تنتشر وتمشي. اللي قاعد يتمكنوا جنجويت ابي بيقول لك عرفت شنو كلنا؟ انت عفني يا جنجويت، الجاي من تشاد وجاي من سنتر افريقيا وجاي من وين؟ اداك عرفت منو لما نشيلك مع ناس؟ اداك عرفت منو لما نشيلك مع ناس؟ زباله. ما هو جت زباله. انتوا عبيد بتاع السعوديه. ها؟ وين الترحيل لنا اوروبا داخل الدوله السودانيه؟ زي نسوان دبك ما رجعت جيت تبكي. ما كنت الداعم لهم اتجابك تبكي شنو؟ اطلعت في لايف قلت هاي متي هاي متي قاتل، انت حيوان وسخان ولا شنو؟ انت ذاتك قاتل يا ولد ابوك. شوف المناسبه عقليتك ده ما بمشي الجنجويد يا زلمه، الجنجويد ليوم الدين. يا زرق هوي يا زرق هوي افتادانكم ده، يا زرق هوي افتادانكم ده، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم تحسبوها حين، لكن الشغل الجاي ده ما حين، الشغل الجاي ما حين والله. اما تقبلوا بدقلوا يركبكم يتقالي دقلوا يركبكم يطل ميتينكم وتكونوا عبيد وخدم، اما تشيلوا سلاده تتحرروا زي الناس. بين بين ما في، بين بين ما في. كلام ده خدتوه في بالكم، واي زول يسمع كلامي ما بدوره، لان زول حركات ما بدور والتاني ما بدور، واي واحد داري يخط المواطن البسيط ده كمضاس، يخطه كمضاس ينحب وياكل. ده الهدف. اقسم بالدين ايماني، اقسم بالدين ايماني، اقسم بالدين ايماني، بلاك بيبل ده في الدنيا كله يتحرر، وكله يتحرر. انا ما هيرني بس زرقة بتاع السودان ده بس. تفهموا كيف انتوا؟ تفهموا كيف؟ تفهموا كيف؟ تفهموا كيف؟ قاعدين تحفروا لبعيدكم، ما تحبوا بعيدكم، كلام فارغ كثير قاعد يحصل يا زول. اطلوا من العبث اللي قاعدين، طلوا الحقد الدفينه جواكم اتجاه بعضيكم، طلوا الحقد الدفينه جواكم اتجاه بعضيكم وامشوا قدام. ده كلام انا بديكم، وتصموا الشغل اللي ماشي، والشغل اللي ماشي لا تشوفوا صراع دولي. ما تجهز نفسك ما بتلقى لك حليف، ما تكون عندك جيش ما عندك سلاح ما تلقى لك حليف. بكره يتعاملوا مع القوي يطلوا ميتينك ينزوك من جبل مون، ينزوك من اي مكان اماكن بتاع التعدين همتي وروسيا ويجي يقودوا، وبعد ذاك تمشي ثاني تبكي يا صفا، لانه انت ما قاعد تستوعب، ما قاعد تستوعب. ده كلام حطوه في بالكم انت لغو يا اخي،
انت لو يا قل الاقطاعيه تعمل فيه ده، قل العبوديه والجري ورا الحركات، قل تقديس بتاعت حركات مسلح. يا اخواننا ده الانتهازين لمره المليون، لمره المليون انا قاعد بتكلم بقول لكم ده الانتهازين، ده الانتهازين يجوكم كمان بصدر رهيب. انا بستغرب يعني، انا بستغرب انت اقول لكم ده بيتحرر 200 بس، انا دار عارف اقول لكم ده بيتحرر 200، اقول لكم ده بيتحرر 200 بس، ده نفسي عارف اقول لكم بيتحرر 200. ده السؤال انا قاعد بسال نفسي، نظام اقطاعيه بتاعت قبيله كل واحد يقول لك انا ليدر بتتحرك، او لا قبيلته جارين يجي يصفق له. قصه ما قصه قبيلته منه قبيلتين يصفق له، قصه انه في عدو بقول له مرشد جنجويد والزول تحسبوه بانه من حركه ده هو اللي قاعد يدمركم، هو اللي قاعد يقسمكم. ها؟ ما قادر يسيق قطاب من ناركم من نار، ماشي اللي قلق ناس قال لهم احنا جينا وسكران ميتين وتالي، قال لهم جينا دارين نقط الهروب فوق النقاط، وبعد ده كله الخطيه زخرت، بعد ده كله الخطيه قني له. مستغرب يعني، مستغرب يعني 1000 نفر قاعدين ما في واحد بيستوعب، ما في زول انه مستشار بقدر بيصلوا التنبول من ناوي، ما في مستشار سايد بقدر بعالج له اخطائه. ها؟ كله اخطاء متراكم فمتراكم، من عبد الوهاب لبرهان لسرق ونعالي ومشى مشى مشى هناك مشى كوروي قدر نخط الحروف فوق النقاط. قلت لك ما مؤهل اكاديميا يا اخي، ما مؤهل اكاديميا. سيبك انه يجي يقود انسان سياسيا، سيبك انه يجي يقود انسان ثوريا، ثوريا زول ده معرفة ما عنده، قطيء ومن وراه ألف قطيء، قطيء ومن وراه ألف قطيء. من الطبيعي يمشي في حمجيرة، من الطبيعي يقط يده ويردق لهمتي كواحد زي أبيت منازل بتاعت همتي. بيستغرب في زول بتيح همتي، السودان ده هتقرر كيف؟ يتحرر كيف؟ ما الكلام ده وعد قريب نقوله برا، والجاري وراه جاري عشان هو قبيلته. أقسم بدين إيماني تطفو تمن، وحيات دين إيماني تطفو فيه تمن، وكلام ده أنا بقوله مسؤول منه، وحيات ديني حركات مصلى. وحيات ديني حركات مسلحه هتطفو تمن في قريب العاجل، قريب العاجل هتطفو تمن. والله لا كروزر بتحرك بدق لك من الجو، اسمع كلام ده كويس، لا كروزر بتحرك بدق لك من الجو، ولا تقدر تخاطر عرض بالطريقه هسي ماشيين وقاعدين تنوموا لهمتي. وكمان ابيت واحدين بقول لهم اداره اهليه ديل، اداره الاهليه زفت الدين اللي ما عندكم ميتين، اللي قاعدين تبوه قبائلكم، قاعدين تبوه قبائلكم وتبيدوهم ليل ونهار، قاعدين تدمروا قبائلكم يا يا اداره اهليه زفت الدين. يطفوا لكم قروش جايبين اتوت الدينار من تركيا، ادي منه قروش يمشي كورنوي ومينو جايبين من وين؟ لما لك زباله بتاعت اداره اهليه عشان يتاجروا بهالهم، وانتوا قاعدين صامتين كسمت القبور، قاعدين تكرهوا بعديكم، اترابطوا اتماسكوا، يسحب حركات مسلله لمزبله التاريخ ويبقى الانسان الزنجي الافريقي اصيل وعايش في ارضه اللي بقول له افريقيا ده. ما تسمع كلام جنجود تعيش سلمي، يا اخي جنجود عمل تعيش سلمي في تاريخاته. يقول لك ارد بشنه، ارد حق ابوك يا جنجويد، ارد حق ابو جنجويد جالي قاه هنا، ارد حق ناس، ارد عنده سياده. وكمان مطبلاتي بتاعت حركات موقف سلام جوبا نمر ابيت بتاعت متي، ها؟ نمر ده متي مسك واسير وقلت لك اسير حرب عمره ما هينتصر، الكلام ده بقول لك بره وقلته في راسك. والله نمر ده اقسم بالله يدمركم ويطلع عينكم، ونمر بتهداك انت والعادي، شغل التمه في شغل التمه في خرطوم، المخطط اللي قاعدين تلعبوا باسم بتاع ابناء تنجر. ده شغل نمر والهادي يا زول، ما هي متي عشان نخط لك وادي، ونمر ومنا وجاي بقاشي باسم ابو مازغاو عشان نخط لكم برا، وداك جايبينه باسم، وداك جايبينه باسم اولاد فور، وداك جايبينه باسم اولاد مصاليد، دافين لهم قروش بوس عشان يجوا بس يسلموا السودان ده كمملكه بتاع اهل دوغلو. سر في قيت له متي، سر في قيت له متي. انتوا قاعدين اي واحد بنجر تصفق له في كورنا دار مني شنو؟ ما هو ده الطله ميتين يا اخي، ما هو ده تضيع اولادك، وهو ده يا اخي. انا بس نفسي نلقاكم يوم تستوعبوا، نفسي يوم تستوعبوا قريتكم، نفسي تطلع من شغل بتاعت اخطائيه، تخشوا في عالم بتاع التحرر حقيقي، تخشوا في عالم بتاع الثوريه حقيقيه، بتعرف انه عندك حقوق ومطالب، لانه الحقوق والمطالب علينا انطلقنا من اجله، ما كان بحث عن اموال ولا بحث عن مناصب كويس، لكن كان قاعدين نبحث عن ذاكره بتاعت وطن مفقود. استوعب الكلام ده وتحرر يا اخي، استوعبوا وتحرروا ابدا من اطول من الجو اللي انتم فيه ده. اقسموا بدين ايمان انا بقول لكم كلام، لو ما اترابطتوا وما اتماسكتوا وحيات دين ايمان انا بقول لك كلام، والله كروزر في دارفور ده ثاني ما بيتحرك، كروزر في دارفور ده ثاني ما هيتحرك. جنجود ده قاتلوا من هسه وقاعد بيتمكن، وقبل ما يتمكن قاتلوا من هسه، ولقيت زياره همتي اول امبارح، لقيت زياره همتي اول امبارح وشفت الزياره ده، وعارف انه ماشي بيسوي شنو، عارف انه صح الكينا غيمانك كده. خليك معي انا، الله بشير، انا الله بشير والله، بس انا الله بس خليك معي، بس خليك معي، بس في حاجه دار نقول لك. ده كلام غريب يا اخي، ده كلام غريب واغرب من غريب، كلام غريب واغرب من غريب.
مني قروش تدي لأخوك عشان تسلم بلد لهنتي، مني تدفع قروش الأدوك تسلمه لأخوانك.